بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. يمكن في الحلقات اللي فاتت وفي الفترة الأخيرة دايما الحمد لله بنبدأ الحلقة بالحديث عن الانتصارات والبطولات والألقاب اللي بتتحقق على جميع الأصعدة داخل النادي الأهلي، مش بنتكلم في قطاع كرة القدم فقط ولكن كمان روحنا للنشاط الرياضي. بالأمس إنجاز جديد بيتحقق لفريق الكرة الطايرة رجال، بيجمع الدوري والكاس بعد غياب هذه الثنائية خلال آخر سنتين. فريق الماسترز رجال للكرة الطايرة كان دايما بيحقق كل سنة دوري وكاس وإفريقيا وسوبر، ويمكن حصل كده دروب في فترة معينة بفعل فاعل نتيجة أحد الأندية حب يتعاقد مع لاعبي النادي الأهلي، ولكن في النهاية الأهلي بمن حضر قدر فريق رجال الكرة الطايرة ان هم يثبتوا تواجدهم، يظهروا بشكل كويس، والسنة دي حققوا الرباعية. والرباعية على حساب مين؟ على حساب نادي الزمالك. فازوا بالدوري، فازوا بالكاس بالأمس على نادي الزمالك 3-1، الفوز بالبطولة الإفريقية منذ فترة قريبة جدا، والفوز ببطولة السوبر. ألف مبروك لرجال الكرة الطايرة على هذا الإنجاز الطيب، ألف مبروك لقطاع النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبروك جماهير النادي الأهلي. الفترة الأخيرة كانت في محاولات كثيرة لإرباك يعني قطاع النشاط الرياضي بالتعاقد مع لاعبين موجودين داخل النادي الأهلي، ولكن فريق الطايرة رجال، فريق الطايرة سيدات، كرة السلة إنجازات طيبة جدا آخر سنتين ثلاثة، فريق كرة اليد رغم الخسارة في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية ولكنهم تأهلوا إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك في السوبر الإفريقي. النشاط الرياضي الفترة الأخيرة بيحقق إنجازات طيبة، بالتأكيد لازم نبارك للجميع على هذه الإنجازات، زي ما بنبارك لفريق الكورة اللي قدر يصل للنهائي التاريخي للعام الخامس على التوالي في مواجهة مع الترجي التونسي يوم 18 و25 مايو من الشهر القادم. مهم جدا كان لازم نبدأ هذه المقدمة لأن بجد في سعادة وفي فرح لدى جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة على انتصارات النشاط الرياضي وتحديدا فريق كرة الطائرة اللي نجح إنه يعمل الرباعية. وحتى النهاردة الكابتن محمود الخطيب عامل اجتماع وحفل تكريم لأسرة النشاط الرياضي ولفريق كرة الطائرة على هذا الإنجاز الطيب جدا كده على طول في حموتها، وانت لسه كسبان اضرب على الحديد وهو سخن، اعمل الاحتفالية وبارك للعيبة وفرح جمهورك بهذه الإنجازات الكبيرة جدا اللي بنعيشها وبنشوفها على مدار اكتر من حوالي 6-7 سنين رغم صعوبات كبيرة جدا بيواجهها النادي الأهلي على كافة الأصعدة. ألف مبروك، والنهاردة بالتأكيد هنتكلم على هذا الإطار وهذا الموضوع. كمان النهاردة هنتكلم على مباراة الإسماعيلي، نقفل صفحة أفريقيا مؤقتا. عندنا أربع مباريات مهمة جدا في الدوري العام متتالية، كل 72 ساعة لقاء. البداية بالإسماعيلي في الأسكندرية يوم الأربعاء، النهاردة الفريق هيستأنف في تدريبات، بالأمس كان راحة سلبية، عندي كواليس كتيرة وعندي موضوعات مهمة في هذا الشأن. كمان النهاردة عندنا كلام مهم جدا، لما بتكون عايز توصل لمعلومة من الفيفا بتقول مصدر من الفيفا، لما بتكون عايز تناقش تقرير أو حالة أو تشوف الجديد في التحكيم في الفيفا بتقول احنا جبنا مصدر في الفيفا. النهاردة من خلال برنامج الترند هيكون معنا مصدر رسمي من الاتحاد الدولي، عشان في مفاجآت بتحصل حاليا على قانون اللعبة، في دورات تدريبية، في تطور كبير جاي على تقنية الفار سواء في الاتحاد الدولي او في الاتحاد الافريقي. كل التفاصيل دي النهارده هتسمعوها وتشوفوها لاول مره كالعاده من خلال شاشه قناه الاهلي عبر برنامج الترند. حلقه فيها كواليس كتيره وكالعاده فيها تفاصيل مهمه، ولكن عشان وقت الحلقه ابدا بسرعه بسؤال حلقه النهارده. وسؤال النهارده عايز اعرف في رايكم ما هو افضل تشكيل للاهلي في مباراه الاسماعيلي ببطوله الدوري العام. نقدر نقول الصفوف مكتمله، ولكن كولر هيكون له وجهه نظر فنيه في الاستعانه باللاعبين في تطبيق الروتيشن في الاربع مباريات اللي جايه، ولكن توقعاتكم انتوا شايفين التشكيل هيبقى ازاي في مباراه الاسماعيلي؟ شاركوا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، وهستعرض كل ده بالتاكيد في الجزء الاخير من برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، الاهلي يستأنف تدريباته لمواجهه الاسماعيلي في الدوري. وفي الترند المحلي، ميكالي يستقر على ضم عبد المنعم ومصطفى محمد للألعاب الأولمبية. وفي الترند العالمي، سعر محمد صلاح يصل إلى 150 مليون استرليني. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة جولة جديدة من مباريات الأسبوع 19 في الدوري العام، بمباراة هتبدأ الساعة 7 مساء بين سيراميكا كليوباترا مع فاركو.
دوري خلاص داخل في المرحلة 19 والثلث الأخير من المسابقة، ولكن طبعا عارفين الدوري مستمر معانا لسه لغاية شهر 8 و9. نروح للدوري الأسباني والساعة 10 برشلونة هيستضيف فالنسيا. نروح للدوري الإيطالي وفي العاشرة إلا ربع جينوا هيستضيف كالياري. دي أبرز مباريات اليوم واستعراض أهم مباريات اليوم. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. وجه جديد للأهلي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اكتمال الصفوف بشفاء كل المصابين في الفترة الأخيرة. النهاردة في التدريبات الجماعية هيكون فيه محمد الشناوي في المشاركة في التقسيمة، مروان عطية، الحمد لله إمام عاشور لعب جزء كبير جدا من مباراة مازيمبي، نقدر نقول الصفوف مكتملة. طبعا الأهلي عنده مباراة مع الإسماعيلي يوم الأربعاء الجاي الساعة 7 في استاد برج العرب، يرجع عنده مباراة يوم السبت يوم 4 مايو الساعة 7 مساء أيضا في استاد القاهرة، بعدها يوم الثلاث 7 مايو مباراة الساعة 7 في استاد القاهرة، ثم تختتم مباريات الدوري يوم 11 مايو، ويكون الأهلي عنده مساحة حوالي 6-7 أيام على مواجهة الترجي التونسي في رادس يوم 18 مايو. فالفترة اللي جاية كلام كتير جدا على مباريات الدوري، 4 مباريات ب 12 نقطة هيفرقوا كتير بالترتيب الجدول الدوري وفي صدارة الأهلي إن شاء الله لمقدمة الدوري. الأهلي 21 نقطة، دول 12 نقطة أكيد هيقربوك بمسافة بعيدة جدا، ولسه هيبقى يكون عندك ما لا يقل عن حوالي 4-5 مباريات مؤجلة في الفترة اللي جاية نتيجة طبعا وصول الأهلي إلى فاينل إفريقيا. الأهلي على جميع الأصعدة بيلعب فاينل إفريقيا، لاعب سوبر ليج، لاعب كأس عالم أندية، لاعب 3 مباريات في السعودية، يعني استحقاقات مهمة جدا ومباريات عديدة لبطل إفريقيا في الفترة الأخيرة. ده جانب متعلق بفريق الكورة، والنهاردة هيكون استئناف التدريبات وأكيد هنشوف أخبار الفريق في الساعات أو في الدقائق اللي جاية. ولكن عندي موضوعين هتكلم فيهم سريعا. أول موضوع متعلق بالقرار المنتظر من لجنة الانضباط في اتحاد الكورة بشأن شكوى النادي الأهلي وشكوى حسين الشحات بشأن لجوء لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي إلى القضاء العادي بالمخالفة للائحة النظام الأساسي في الاتحاد الدولي. أعتقد ده موضوع النهاردة بيشغل بال كل الناس وكل الرأي العام، لأنها واقعة جديدة بتحصل في الملاعب المصرية. اتحاد الكورة سبق وأقر أن هذه مخالفة صارخة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري وللاتحاد الدولي، وعلى هذا الأساس الاتحاد المصري حول الشكوى للجنة الانضباط. الاتحاد المصري لو شايف ان مفيش مخالفة ما كانش حول الشكوى للجنة الانضباط، ولكن لجنة الانضباط اكيد استدعت اللاعب بالامس وسألته ايه الاسباب، رحت للقضاء العادي ليه ما كانش عندك طرق قانونية من خلال الاتحاد المصري، واكيد تفاصيل كتيرة الصورة كلها تتضح امام لجنة الانضباط. دلوقتي احنا في انتظار القرار اللي هيصدر خلال الساعات الجارية من لجنة الانضباط. هل هيكون في جلسة تانية؟ وارد جدا. هل هيكون في اجتماع تاني لاستبيان موقف قانوني ما مع المسؤولين في اتحاد الكرة؟ ده وارد جدا، لان وارد جدا طبعا لجنة الانضباط توجه خطاب للإدارة التنفيذية في اتحاد الكرة تطلب منه استفسار معين على بعض النقاط المتعلقة بلوائح الفيفا، لان اكيد الشأن هنا شأن رياضي محتاج برضو استطلاع رأي في مسائل قانونية تتعلق بمواد الاتحاد الدولي. هل القرار ممكن يصدر خلال ساعات او ننتظر رأي اتحاد الكرة مع لجنة الانضباط؟ ده وارد جدا خلال الايام اللي جاية او الساعات اللي جاية. ولكن كل ما نتمناه خلال الفترة اللي جاية إن في قضية محددة في شأن واحد، وهي مخالفة لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي والاتحاد المصري، وهناك مخالفة للائحة التراخيص في الاتحاد الإفريقي، فبالتالي أنت عندك مخالفة واضحة في هذا الشأن. ما هو متبع في مثل هذه المواقف؟ أكيد هنشوف القرارات المنتظرة في الفترة اللي جاية، ولكن واقعة المباراة بأحداث المباراة بتقرير المراقب دي أمور بعيدة عن الشكوى، لأن الشكوى محددة في نقاط محددة كما هو معلن في الفترات السابقة. الشكوى متقدمة من حوالي 3-4 شهور، تم استدعاء كذا مرة، ولكن هنشوف في النهاية القرار إيه. ناس كتيرة بتقول يا جماعة نروح للاتحاد الدولي. أنا سبق وطلعت هنا وقلت كل اللي بيتقال ده كلام غلط، مفيش حاجة اسمها تروح للاتحاد الدولي. لازم تستوفي كل الطرق القانونية هنا في مصر. بعد ما تستوفي كل الطرق القانونية حتى لو هتستأنف على القرار السلبي إن مفيش قرار صدر، بعدها تروح للاتحاد الدولي أو للمحكمة الرياضية. لكن تروح بره كده على طول الكلام ده اصلا غير قانوني، وهي على طول هتاخد عدم اختصاص والموضوع من بدايته هيتقفل. فبالتالي لازم تنتظر هنا القرار اللي هيصدر سواء من الاتحاد المصري او لجنه الانضباط. الحاجه الثانيه، وانا مش في سياق الدفاع عن لاعبي النادي الاهلي، احنا هنا دايما حائط صد ضد اي شخص بيتناول اي لاعب في النادي، بيتناول حديث عن اي لاعب في النادي الاهلي بالسلب، وللاسف كلام كتير دايما بيتقال على لاعبي النادي الاهلي بالسلب، واحنا عندنا لعيبه الحمد لله يعني محترمه، لعيبة
بتشوفوا أدائهم وبتشوفوا سلوكياتهم في الملاعب. ولكن أنا حزين من فكرة اللي احنا دايما كل شوية ندافع عن لاعبتنا نتيجة ان في ناس بتظهر في الإعلام وللأسف بتقدم برامج وهي مش مؤهلة لده. ناس مش مؤهلة لده. عشان يطلع واحد امبارح يتناول محمد عبد المنعم بطريقة فيها إساءة وفيها عدم احترام وفيها عدم تقدير لمكانة النادي الأهلي اللي بيلعب فيه محمد عبد المنعم، ويتكلم على أن محمد عبد المنعم يحتاج إلى العرض على طبيب نفسي. الأمر ده يا جماعة غير مقبول. وللأسف اللي بيتكلم ده، للأسف والله العظيم بأمانة، ما يجي ربع في أخلاق محمد عبد المنعم. يعني اللي يتعامل مع محمد عبد المنعم ويعرف طبيعة ونشأة وحياة محمد عبد المنعم استحالة يطلع يقول الكلام ده. محمد عبد المنعم لو انت عايز تطلع تتكلم وتنتقد محمد عبد المنعم سواء في الفنيات سواء في اي حاجة تانية ده حقك. سبق قبل كده حتى للكابتن وائل جمعة انتقد منعم في امور ليها علاقة بالكورة. يعني ممكن تكون انت نجم الفريق او شايف ان انت متألق وليك اهداف كبيرة ويكون في سن التعالي شوية في الكورة، ده مقبول ممكن نتكلم فيه في الكورة، لكن تروح للجوانب النفسية والجوانب الشخصية ده امر غير مقبول. ده امر غير مقبول. اللي بيتكلم في التفاصيل اللي زي دي لازم قبل ما يطلع يتكلم يسأل، وانت المفروض لعيب كورة فتسأل. لكن تتعرض لاسم محمد عبد المنعم بالشكل اللي اتقال امبارح ده امر غير مقبول، واحنا هنا بالتأكيد بنرفضه رفض قاطع، ومش هنسمح لحد يتناول اسم اي لاعب في النادي الاهلي بهذا الشكل. رغم ان على الجانب الاخر وفي المقابل بنشوف تصرفات صوت وصورة اسوأ من كده بكتير. انك تسمع تعليق زي اللي اتقال على محمد عبد المنعم ابدا ابدا. هنا في برنامج الترند بنتابع دايما كل كلمة وكل حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، ومش هنسمح بأي تجاوز ضد لا النادي الأهلي ولا لاعب في النادي الأهلي ولا مسؤول في النادي الأهلي ولا الجهاز الفني في النادي الأهلي أيا من كان مين اللي بيتكلم. وللأسف يعني حتى لو اللي بيتكلم ليه سوابق تاريخية إيجابية ممكن نتناقش معاه، ممكن يبقى فيه لوم، لكن هنوجه لمين ونقول لمين؟ يعني هنوجه لمين ونقول لمين؟ للأسف اللي بيتكلم أساسا ما يجيش ربع في أخلاق محمد عبد المنعم. لا تعليق. طيب الفريق عنده مباراة مهمة جدا مع الإسماعيلي، ونشوة الانتصار والتأهل للنهائي الجهاز الفني والنادي الأهلي أكيد قفل الصفحة دي. كل التفاصيل والاستعدادات بعد الراحة السلبية بالأمس واستئناف التدريبات اليوم والدخول في معسكر مغلق بكرة والسفر إلى الإسكندرية، هنعرف كل الكواليس دي من خلال زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل دقائق قليلة من انطلاق التدريب. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية والتقدير ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. أطمن منك على الفريق، لو التقيت بالجهاز الفني الطبي اللاعبين الأجواء عندك، نشوة الانتصار على مزب التأهل النهائي، أجواء الأمور دي داخل الفريق دلوقتي إزاي، التحضير لماتش الإسماعيلي، كل الكواليس والجديد أكيد من خلالك هنسمعك ونركز معك. اتفضل يا كريم. بالتأكيد محمد، طبعا يعني زي ما احنا عارفين انتهت الأفراح المعتادة اللي بتاخد وقت قليل جدا ودقائق بسيطة جدا بحجم وقيمة البطولة الأفريقية، بس هو ده قدر النادي الأهلي الحقيقة. مباراة كانت أكثر من رائعة أداء ونتيجة، حضور جماهير كان أكثر من رائع الحقيقة، كان يوم عظيم جدا. هنينا النادي الأهلي، ويمكن كمان مستر كولر هنى كل لعيب النادي الأهلي، حيا الجمهور بشكل كبير جدا. مباراة كانت يعني بشكل كبير محمد، كنا مطمنين لكن الحذر كان مهم والحذر كان موجود، لكن الحمد لله مستر كولر مع اللاعبين قدروا ان هم يتخطوا هذه المباراه اداء ونتيجه. الحمد لله خلاص خطوه وانتهت واتقفلت الصفحه بشكل كبير. وزي ما بناكد محمد في كل مره، القيمه الكبيره جدا للاعبي النادي الاهلي ان انت يكون عندك فصل كبير في البطولات، وده امر مهم جدا. بتطلع من البطوله الافريقيه بتحضر لمباراه بطوله الدوري العام، عندنا يمكن كثافه كبيره جدا في هذا الشهر او في خلال المرحله القادمه من المباريات. زي ما احنا عارفين مباراه يوم 1 يوم 4 يوم 7 يوم 11، ضغط كبير جدا للمباريات في بطوله الدوري العام. لكن ان شاء الله باذن الله مستر كولر كعادته بمشيئه الله النهارده ان شاء الله باذن الله يكون بيعمل محاضره بتكون مهمه جدا، بيتكلم على اللعيبه على اهميه المرحله. مباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا، بتطلع من افريقيا بفوز مهم، الناس بتركز معاك بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام، مباراه مهمه جدا. مباراه الاسماعيلي محتاجه تحضير ذهني وبدني ونفسي جدا بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي والجهاز الفني. لكن ان شاء الله محمد ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين ان احنا ناخد مباراه تلو المباراه، بنقفل الصفحه اللي بعديها
بنبص على المباراه القادمه، ده امر مهم جدا. لعيبتنا يعني ما بتسبقش مباراه عن مباراه، وده امر مهم، ومستر كولر بياكد على هذا الامر. فيمكن زي ما انت قلت محمد، كان امس راحه لكل لاعبي النادي الاهلي، النهارده هيبدا الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. يعني جو مقبول شويه النهارده، لكن كان مستر كولر حدد ميعاد التدريب يكون في تمام الساعه 6 زي ما قلنا، بيسبقه محاضره بتكون مهمه جدا، بيتابع فيها الاخطاء، بيتابع فيها المباراه كان فيها ايه، بيحاول ان هو يدي هايلايتس لكل اللعيبه عشان الفتره القادمه ما نقعش في هذه الاخطاء. الامور الحمد لله مع فريق النادي الاهلي ماشيه بشكل طيب جدا، بنتمنى ان شاء الله باذن الله تستمر سلسله الانتصارات، تستمر الروح الكبيره جدا، شخصيه النادي الاهلي الكبيره جدا اللي بتحسم اي مباراه مهما كانت سيناريوهاتها محمد، بتكون مش مظبوطه، بتيجي من بعيد، ده امر مهم جدا. فيمكن كل التحيه والتقدير لكل لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. النهارده كمان منتظرين نطمن على اكثر من لاعب، يمكن اتكلمت معاك قبل كده محمد قبل المباراه مازيمبي، وقلنا يمكن في عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي الحمد لله تماثل الشفاء بشكل كبير. يمكن النهارده كمان محتاجين نشوف ديانجو مروان، معلومات اللي عندنا ان ديانجو مروان ان شاء الله متواجدين في قائمه مباراه الاسماعيلي. منتظرين كمان بقى نشوف الشناوي، منتظرين نشوف ياسر ابراهيم، كل اللعيبه الحقيقه اللي يمكن ادت اداء مميز جدا في التاهيل الطبي. وزي ما قلنا يعني رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جاب الله بيحاول ان هو اللعيب يكون 120% و130% يكون جاهز، مفيش اي لعيب بيكون متواجد في هذه المرحله بيشكي من اي شيء، لان فقدان اي لعيبه محمد وانت عارف هذا الامر في هذه المرحله امر هيكون صعب جدا. فان شاء الله باذن الله نطمن النهارده عملي في تدريبات الكره، في التقسيم النهارده اللي هتجرى مع لعيب النادي الاهلي لكل اللعيبه اللي احنا ذكرناهم. لكن بطمنك محمد الحمد لله، يعني كنا بنفقد عدد كبير من اللعيبه، الحمد لله النهارده سكواد النادي الاهلي، قائمه النادي الاهلي نقدر نقول متكامله بشكل كبير جدا. ربنا بس يحافظ على اللعيبه زي ما بنقول في التدريبات حتى موعد مباراه الاسماعيلي. يمكن انت ذكرت ايضا كمان غدا يكون التدريب الاخير، ومنها مباشره السفر الى اسكندريه استعدادا لمباراه الاسماعيلي في استاد برج العرب. الحمد لله محمد الامور طيبه جدا، وبنعمل ان هي تستمر على هذا الشان. طيب كريم، سؤال اخير اسالك على امبارح، كنت اتكلمت مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي على موقف اسامه ابو علي وموقف محمد عبد المنعم، قال لي الحمد لله يمكن اصابه الكتف عند اسام بسيطه. النهارده انت شفتهم موجودين ان شاء الله هيكونوا في التدريبات الجماعيه، نفس الامر منعم يمكن كان في كدمه قويه وعمل التجلط حتى دموي في اسفل عضلات البطن وعمل سونار. النهارده يعني لو قابلت دكتور احمد جاب الله موجودين في المران الجماعي، ولا ممكن برضو يكون في كشف طبي جديد عليهم عشان يطمن عليهم قبل ما ينزلوا للتدريبات؟ يعني محمد طبعا من خلال معلوماتنا وسام هي كدمه في الكتف، والحقيقه يعني بالروح الكبيره جدا والفدائيه الكبيره المعروفه عن وسام الحقيقه النهارده منتظرين ايضا كمان نشوف فحص طبي. لكن من الحاله اللي احنا شايفينها ومن الروح الكبيره، وسام ان شاء الله باذن الله يكون جاهز لمباراه الاسماعيلي. ايضا كمان محمد عبد المنعم، يمكن تناولت هذا الامر بشكل دقيق ومميز جدا محمد. محمد عبد المنعم الحقيقه من اللعيبه المميزه جدا المحترمه جدا، لعيبه النادي الاهلي هي قدوه للجميع، وده امر مهم جدا. عشان كده لابد ان احنا ما نلتفتش لاي شيء بيقال على اي لعيب من النادي الاهلي، لان الامر ده مهم. انت عارف يا محمد محدش قادر يوصل للنادي الاهلي، فبيحاول يشده ينزل بيه شويه، يشد اللعيبه وينزل بيها شويه. ده بالنسبه للناس اللي بتحاول تنتقد كل لعيب في لعيب النادي الاهلي، بتنتقد النادي الاهلي. لكن بقول لك محمد عبد المنعم من اللعيبه الرجاله القويه اللي عندها تحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا. منتظرين بس يا محمد نشوفهم عملي في ارض الملعب في التدريب. لكن من الواضح ومن معلوماتنا ان شاء الله باذن الله منعم ووسام يكونوا متواجدين في مباراه الاسماعيلي. هي مباراه قويه جدا محتاجه تضحيات كبيره، والمرحله دي محتاجه تضحيات كبيره جدا. عشان كده بنقول التضحيات الكبيره مع وسام ومع منعم ومع هاني اكرم، كل اللعيبه الرجاله اللي عندنا اللي عارفه قيمه هذه المرحله، مهم جدا ان انت تكون متحامل على نفسك بشكل كبير. طبعا ما بقاش في اصابات، لكن لابد يكون عندك انكار ذات كبير وتحامل كبير جدا، لان المرحله القادمه مرحله حساسه، مرحله دقيقه محتاجه مجهود كل اللاعبين. فان شاء الله النهارده يادوا جرعه تدريبيه قويه، ونطمن عليهم ان شاء الله يا محمد باذن الله في خلال الدقائق القادمه باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على هذه الاطلاله وعلى هذه المعلومات الهامه جدا في اطار الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره اللي معايا دلوقتي فيها تفاصيل مهمه جدا. دايما واحنا بنشتغل في الصحافه او في الاعلام، لما بيكون عندنا حاله جدليه او عندنا موضوع عايزين نتكلم فيه، بنقول مثلا معانا مصدر من الكاف او مصدر من الفيفا. النهارده مش هنقول مصدر من الفيفا، النهارده هنقول احنا معانا محاضر رسمي ومعتمد من الاتحاد الدولي فيفا، وبيشتغل بشكل مباشر مع الاتحاد الدولي ولجنه حكام الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ايضا في عده ملفات مهمه. احنا دايما هنا دورنا نقدم رساله وماده اعلاميه تبقى مفيده للمشاهد المصري بشكل عام والمشاهد الاهلاوي بشكل خاص. مصدر في الفيفا يعني النهارده قالوا لنا معلومات مهمه جدا وتطورات غايه في الاهميه في عده ملفات حصلت في الايام الاخيره والساعات الاخيره، لانه ابتدى يتحرك في دول شرق وغرب اسيا وفي دول شمال افريقيا عشان تطوير التحكيم والتعامل مع تقنيات الفار
وقرارات جديدة صدرت من الفيفا والكاف النهاردة هنتكلم فيها، لأن المفاهيم اتغيرت والتعليمات اتغيرت والأخبار الجديدة هتسمعوها بالتأكيد من خلال الكابتن تامر دري المحاضر المصري المعتمد في الاتحاد الدولي لعام 2024. كابتن تامر برحب بك في البداية على شاشة قناة الأهلي، وده أول ظهور ليك من خلال الإعلام الرياضي المصري. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة برنامجك الكرام وتحياتي لمتابعينك من جميع أنحاء الوطن العربي. بشكركم جدا على الدعوة ديت ومبسوط إن أنا موجود معاكم النهاردة. احنا اسعد بالتاكيد وبنتشرف بوجودك معانا يا كابتن تامر. وكابتن تامر در حاليا موجود في لبنان لان في مهام مكلف بيها، وفي يعني اختيار مهم جدا تم من خلال الاتحاد اللبناني لكره القدم. كل دي تفاصيل هنتكلم فيها دلوقتي، لان عندنا النهارده مفاجات مهمه جدا لاسره التحكيم وايضا كمان لجماهير الكره المصريه. طيب كابتن تامر هبدا معاك الاول، ولسه هتكلم على صفتك في الاتحاد اللبناني، بس الاول عايز ابدا بالاتحاد الدولي. وحضرتك من المحاضرين المعتمدين من الفيفا ومحاضر فيفا بشكل رسمي، وقمت بتكليف من الاتحاد الدولي وسافرت في دول شرق وغرب اسيا، وسافرت ايضا في شمال افريقيا، وعقدت محاضرات تحكيميه في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي العديد من الدول في شرق وغرب اسيا. تكليف الفيفا الغرض منه ايه؟ والبوزيشن اللي حصلت عليه من الاتحاد الدولي هذا العام، يعني عايزين نعرف تفاصيله، ان ده خبر مهم لازم برضو نقوله لكل الساده المشاهدين. بشكرك جدا على المقدمة الجميلة من حضرتك، وبالفعل الحمد لله من خلال الاتحاد الدولي على مدار العام اللي فات ونص العام اللي قبله تكلفت من الفيفا بإعطاء محاضرات خاصة بتقنية الفار في معظم دول أفريقيا وكمان في شرق آسيا وغرب آسيا، بنتكلم في الجزائر وتونس وليبيا والمغرب، وكمان بنتكلم في اندونيسيا، ماليزيا، فيتنام، لبنان، عمان، وان شاء الله وفي ليبيريا، اوغندا. الحمد لله فضل ونعمه كبير من عند ربنا. التكليف دوت يعني انا موجود في الفيفا من زي ما قلت لحضرتك من سنه ونص، وكان كل المهام المكلفه ليا كانت مرتبطه باعطاء المحاضرات الفنيه وكمان محاضرات فيما يتعلق بتقنيه الفار، كمان تأسيس أو استخراج الرخص الخاصة بتقنية الفار لبعض الدول وفي مراحلها النهائية، وده اللي حاصل خلال المرحلة اللي فاتت دي. إيه الفكرة يا كابتن تامر إن الفيفا بيرسل أو بيبعت مثلا محاضرين معتمدين عنده للدول؟ يعني إيه الهدف من كده؟ إيه عايز يوصل التحكيم في العالم لإيه بالظبط؟ طيب هو اللي بيحصل بالظبط ان احنا من دول من كل قاره بيبقى في محاضرين معتمدين من الفيفا، المحاضرين دول بيبقى عندهم الليتست ابديتس بتاعت القانون، كيفيه توصيل المعلومه للمدرسين المحليين بالدول، الحكام الواعدين، المحكمات. الرساله دي بتبقى من خلال المحاضرين المعتمدين دول، وبيبقوا عدد محدود في كل الدول او في كل القارات، ومن خلال العدد المحدود ده من المحاضرين بالفيفا بنوصل المعلومات اللي محتاجها الجهاز التحكيمي على مدار الفتره الجديده او الحاليه عشان خاطر يطور التحكيم بيها. طيب في اخر كورس من الفيفا لاعتمادكم كمحاضرين من الفيفا في الاونه الاخيره، مين من افريقيا كان معاك كابتن تامر في هذه الكورس او في هذا اللايسنس عشان تشتغلوا بقى بشكل عملي مع كل دول العالم؟ ال 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 الكورس ده بيبقى فيه كان معايا موجود فيه الكابتن عصام عبد الفتاح وبعض المحاضرين من افريقيا، كان في دوي، كان في فيكتور جوميز، وكان في كمان فيليكس تانجوريما. دولت بيبقوا المعتمدين من الاتحاد الدولي بياخدوا الكورسات ديت في الاتحاد الدولي، وبعد كده زي ما قلت لحضرتك بننقلها للدارسين او المدرسين للاتحادات القاريه. طيب بناء على هذه التحركات اكيد كان الاتحاد اللبناني متابعك بشكل كويس وراصد يعني التطوير اللي قمت بيه في دول شرق وغرب اسيا تحديدا. انا في البدايه عايز ابارك لك، لان يمكن من خلال شاشه قناه الاهلي كابتن تامر دري تم اختياره وتعيينه رسميا رئيسا للجنة التطوير والتحكيم في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة.
بشكرك جدا طبعا على التهنئه ديت. هو اللي حصل بالظبط ان انا من التكليفات اللي جات لي من الاتحاد الدولي كنت موجود في لبنان عشان خاطر ابدا معاهم تقنيه الفار، والحمد لله خلال مراحل بسيطه جدا ربنا اكرمنا وتيسرت الاحوال وبقوا معتمدين من قبل الاتحاد الدولي، وكان في يعني بروجكت او مشروع الاتحاد اللبناني بيسعى ليه وعايز ينقل التحكيم اللبناني لمرحله تاليه متقدمه تتواكب مع اللي بيحصل من الفيفا، وحصل توافق على ان انا اكون موجود معاهم، وان شاء الله تبقى بدايه خير باذن الله تعالى، واكون خير ممثل لبلدي في لبنان باذن الله تعالى ان شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب، في الأيام الأخيرة برضو يمكن أنا متابع تحركات الفيفا والكاف في الشأن التحكيمي، وكانت في دورة تم انعقادها في رواندا في العاصمة الرواندية كيجالي. هل هذه الدورة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي الهدف منها إيه؟ هل كان فيها علاقة بأمور خاصة بتقنية الفار؟ مين كمان المحاضرين اللي أنتم حضرتوهم في هذه الندوة أو في هذه الدورة؟ طيب، هو اللي بيحصل بالظبط بعد ما بتنزل الليتست فيرجن من الابديتس بالنسبه للقانون، بالنسبه للمفاهيم، بالنسبه للحالات التحكيميه، بيطلب من المحاضرين بالفيفا ان احنا نعمل كورس. الكورس ده بيبقى اسمه فوتورو كورس، بيتعمل في كل قاره. في قاره افريقيا بيتعمل للناطقين باللغه الانجليزيه والناطقين باللغه الفرنسيه، والاثنين اتعملوا في رواندا الشهر اللي فات. من مصر كان متواجد من المحاضرين المعتمدين من الفيفا، كان الكابتن عصام عبد الفتاح وانا كنت موجود معاه، ومن الدارسين من مصر كان موجود الكابتن سيد مراد والكابتن احمد ابو العيله. والمعسكر ده او الكورس ده بيبقى اخر تحديثات للقانون، للمفاهيم، بتوصل للدارسين علشان خاطر من خلالها يقدروا يوصلوا المعلومات للحكام في بلادهم، للمحاضرين في بلادهم، للمقيمين في بلادهم، ومن خلالها يبقى المنظومة متكاملة من أول الفيفا لغاية كل دولة موجودة في العالم. طيب، يبدو ان في تعليمات جديده او في تطور في مفاهيم القرارات التحكيميه، لو تخص برنامج الترند وقناه الاهلي بهذه التفاصيل، هل في تعديلات على مساله لمسه اليد، لمسات اليد داخل منطقه الجزاء، تحرك الكوره في لمسه اليد، تحرك يعني التفاصيل الفنيه اللي المفاهيم دي عامله مشكله، بما ان انتوا خلاص بقى خدتوا التعليمات الجديده والتطوير اللي حصل على موضوع اللعبات الجدليه واديتوها للمحاضرين او الدارسين ولسه هتوصل مصر خلال الايام اللي جايه، لو ننفرد بهذه التفاصيل يا كابتن تامر. خليني مبدئيا اهنيك على ان حضرتك متابع جيد وملم بالجديد والحديث الله يكلمك. من القانون اللعبه، لان ده فعلا حاجه مهمه جدا ان يبقى في اعلامي عنده قدره ومتابعه لكل ما هو جديد. وده اللي حاصل بالظبط دلوقتي في الاتحاد الدولي. خلي بالك الكلام كله الموجه لكل الدارسين وكل المحاضرين في العالم باك تو بيزكس، الرجوع الى الاساسيات وهو الملعب. وده المفهوم الجديد اللي هيتعامل من خلاله جميع محاضري الفيفا وجميع محاضري الحكام على مدار السنه دي، الرجوع الى الاساس وهو الملعب، اتخاذ القرارات الفنيه والاداريه مبدئيا من خلال الملعب، التوصل الى حلول نهائيه مبدئيا من خلال الملعب. اما فيما يتعلق بالمفاهيم الجديده او التحديثات الجديده، يعني القانون ما طرأش عليه حاجات جديده خلال السنه ديت، يمكن شويه بعض الحاجات الخاصه بالاستبدال المؤقت، او ان احنا يبقى في لاعب يستبدل ويخرج بره الملعب لوقت او في لقطات قصيره زي لعبة كره اليد كده، بس ده لسه ما لم يعمم بصفه كامله. بالنسبة لمفاهيم كرة اليد فيما يتعلق لمسة اليد باحتساب لمسة اليد داخل منطقة الجزاء في التسديد على المرمى، كان عندنا مجرد ما يبقى فيه تسديد على المرمى على طول بيطلق الإنذار للاعب اللي الكرة بتلمس إيده. مع تطور اللعبة وسرعتها وقوة الكرة وكمان رغبة المدربين في إن إحنا يبقى فيه يعني لعبة أكتر ومفيش مخالفات كتيرة وما ينذرش ويطردوا اللاعب كتير، تم وضع
مفهوم جديد للمسة اليد داخل منطقة الجزاء فيما يتعلق هل اليد متعمدة أو استخدام اليد كان متعمد أم مخالفة. التعمد اليد تعمد لعب الكرة باليد هو ما هو إلا رفع اليد من A لبي من بالحركة كده زي ما أنا بعمل بإيدي بالظبط كده أهو عشان أمنع مرور الكرة. تمام. ده اسمه تعمد لعب الكرة باليد. لما الكرة تتشاط ويبقى في تعمد للعب الكرة باليد بالطريقة دي بيبقى عندك حل من الاثنين، يا اما دوجزو لو الكوره منعت فرصه محققه لاحراز هدف وعلى طول بنروح للكارت الاحمر. لو اليد دي المتعمده منعت الكوره بطريقه طا اللي هي منع هجوم واعد بتبقى انذار. اما المخالفات للمس كره باليد، مخالفه يعني ايه؟ يعني ان انا وانا بلعب الكوره برجلي او بتتشاط من الرجل للمرمى، تمام، انا اتحركت حركه وكانت ايدي فيها مكبره الجسم، تمام، تكبير الجسم ده بالنسبه لنا اسمه مخالفه، ما اسموش تعمد لعب الكره باليد. في الحاله دي لو التعمد ده منع هجوم واعد، سوري، لو المخالفه دي منعت هجوم واعد هيبقى انذار، لو المخالفه دي لم تمنع هجوم واعد هيبقى ما فيش انذار وهيحتسب بس ركلة الجزاء. طبعا كله فيه احتساب ركلة جزاء بلس العقوبة القرار الإداري. الإدارية اللي انا قلتها على مدار تعمد لعب الكرة باليد او مخالفة لمس الكرة باليد. انا عشان كده حتى ده بلاحظ ان الحكام اللي بيحكموا في افريقيا بيبقى لهم قرارات ومفاهيم مختلفه عن الحكام اللي بيحكموا في الدوري المصري وما سافروش وما خدوش التعديلات الجديده. اعتقد ده واضح حتى ليك يا كابتن تامر. بالظبط كده، لان المفاهيم بتوصل بسرعة للحكام في افريقيا اللي بيلعبوا البطولات، اللي بيلعبوا المباريات سواء في دوري ابطال افريقيا او دوري الكونفدراليه، وبتوصل لهم المعلومات سريعا من قبل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان خاطر يبقى عندهم دايما المام بالمفاهيم الجديده خلال تطبيقهم للمباريات. طيب الفار وتقنية الفار ومشاكل الفار في العالم كله، الفيفا بيتعامل مع المشاكل دي ازاي؟ هل في تطوير جاي؟ الفار في أفريقيا ممكن الكاف يعمل تطوير في الشأن ده ولا لا؟ الفار خلينا بس نوصف للساده المشاهدين ان الفار دور مساعد زي الحكم المساعد في الملعب، زي الحكم الرابع في الملعب، ما هو الا بيساعد الحكم في اداره المباراه. هل عنده قدره على انه يتدخل في كل الامور الفنيه داخل المباراه؟ لا طبعا، زي المساعد بالظبط ما عندوش قدره على انه يتدخل مع الحكم في كل القرارات الفنيه في الملعب. هم 4 قرارات فنيين فقط يا غير ما بيتدخل فيهم: هدف او لا هدف، ركله جزاء او عدم وجود ركله جزاء، والمستيكن ايدنتيتي الهويه المغلوطه، او الكارت الاحمر المباشر سواء كان دوجزو او سيريس فاول بلاي او الفايلنت كوندكت. هو دي ال4 محاور الاساسيه اللي ممكن يتدخل بيهم الفار، ومن خلالهم يقدر يدخل عشان خاطر يساعد حكم المباراه. فيما يتعلق ببحث حكم الفار على الألعاب داخل التقنية، بيبقى عنده الزوايا اللي موجودة في الملعب، بيبقى عنده حوالي 6 أو 7 8 10 كاميرات according to the للكومبيتيشن نفسها يعني. ومن خلال الكاميرات دي بيبقى عنده قدرة على إنه يشوف كل كاميرا على حدة، حضرتك بتشوف الإعادات في التلفزيون كلها ورا بعض بالظبط. بالظبط كده لما بيكون حالة بتحصل. لكن في تقنية الفار، الفار او الحكم الفيديو المساعد بيبقى عنده قدره على انه يشوف كل كاميرا لوحدها، فيقدر من خلالها يقدر يشوف التفاصيل اللي ممكن ما تبقاش باينه لك او باينه للساده طب في المشاهدين الجزئية دي يا كابتن اثناء تامر، المباراه. في الجزئية دي لو المخرج ما عادش لعبة أثناء البث المباشر، هل الفار كده بره الموضوع ولا الفار بيراجع وبيتابع ملوش علاقة بإعادة المخرج؟ ما فيش كاميرا موجوده عند مخرج المباراه مش موجوده عند الفار، وده الاساس. احنا كل الكاميرات في كل البطولات، في كل الايفنتات، في كل الكومبيتيشنز، الكاميرات اللي موجوده عند المخرج المباراه داخل منها فيد للعربيه الفار او لحجره الفار، بيشوف نفس الكاميرات بنفس الزوايا بنفس الطريقه بنفس الشكل. حتى ساعات كمان الكاميرا مان في الملعب، تمام، زي ما انا الصوره عليا دلوقتي، حضرتك مش ظاهر في الصوره، بالظبط. تمام، وظاهر في التلفزيون انا بس. الكاميرا مان في الملعب نفس الكلام، ممكن يحط الكاميرا دي
على لعبه او على او يسلط الضوء على حاجه، والكاميرا مان الموجود الناحيه الثانيه تمام ممكن يكون جايب الجمهور مثلا تمام، فالكاميرا دي بتبقى يوسلس، تبقى عديمه الفايده بالنسبه للحكم الفار، لكن موجوده عنده اه طبعا موجوده عنده وممكن يراجع يقدر اللعبة يشوفها طبعا. والمخرج حتى مش بيراجعها. نعم؟ يعني ممكن الفار يراجع لعبة والمخرج أصلا مش بيراجعها. لا لا، ما الفار عنده عنده. القدرة على إنه يراجع كل الكاميرات داخل غرفة الفار. ممتاز جدا، ممتاز جدا، وأعتقد ده رد مهم جدا عشان الناس تبقى متأكدة إن الفيفا والأيفاب عامل قواعد معينة، والتطوير اللي هيتم حتى على الفار أكتر في الفترة اللي جاية المخرج بره المسألة خالص. طيب، حاجة أخيرة، هل الكاف ممكن في الايام اللي جايه نشوف تطوير في التقنيات دي يا كابتن تامر؟ الكاف دلوقتي بيسعى جاهدا ان يكون في معظم الدول عندها نفس التقنيه زي ما موجوده في المغرب ومصر وتونس، بيسعى ان باقي الدول يكون عندها نفس الكلام دوت عشان خاطر تقدر تطور من حكامها وتقدر تستفيد من ده في مسابقاتها، وجاري كمان ان يبقى في حكام واعدين عندهم قدره على فهم وفهم التقنيه والتعامل معاها علشان خاطر الاجيال اللي جايه من الحكام في افريقيا كمان يبقى عندها نفس القدره ونفس التطور اللي بيحصل في العالم كله. طيب، سؤال اخير، وانا هنا بكلم فيفا مش بكلم بقى الكابتن تامر دوري المصري اللي احنا بنتشرف بيه اكيد، لكن بكلم الفيفا. عندنا 2 مرشحين كاس عالم 2026، امين عمر ومحمد معروف، هل فعلا وارد ان يكون عندنا حكمين في كاس العالم ولا هيتم الاختيار من واحد من الاثنين؟ هو طبعا الاختيارات يعني بدري قوي في التوقيت الحالي وان احنا نحسم حاجه زي كده، بس اللي انا عارفه كويس جدا ان الافضل هو اللي هيكون موجود ان شاء الله في كاس العالم يا ان رب شاء الله الاثنين باذن يكونوا الله افضل بمشيئه ويتاهلوا الرحمن، باذن الله ويكونوا موجودين. وبتمنياتي الشخصيه طبعا كمصري ان يكونوا الاثنين موجودين باذن الله تعالى بمشيئه الرحمن. كابتن تامر دري، محاضر الفيفا ورئيس لجنه التطوير والتحكيم في الاتحاد اللبناني، شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق دايما يا رب. خليني أشكرك جدا على الدعوة ديت، وبشكر أسرة برنامج مرة تانية، وبهني النادي الأهلي على صعود المباراة النهائية، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله أندية مصر كلها تبقى على منصات التتويج بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله. كان لقاء مهم جدا مع المحاضر الدولي ومحاضر فيفا الكابتن تامر دري، لأن في ملفات كتيرة وفي موضوعات مهمة ومفاهيم مهمة متعلقة بلمسة اليد الفيفا أقرها واتشرحت للدارسين في رواندا، ولسه هتوصل مصر بقى خلال الفترة اللي جاية، لأن مهم جدا لجنة الحكام تعمل محاضرات للحكام عشان التعديلات اللي تمت في مسألة لمسة اليد. دلوقتي نطلع نشوف آخر أخبار الترند، لأن في كلام كتير جدا في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي. نروح للسوشيال ميديا واللي اتكتب في الساعات الاخيره من خلال ترند الاهلي. البدايه من حساب ملعب القاهره 24 وبيقولوا محمد الشناوي ينتظم في تدريبات الاهلي اليوم قبل لقاء الاسماعيلي، وكنا اتكلمنا وقلنا ان خلاص كل اللعيبه بلا استثناء الحمد لله جاهزه للمشاركه وفي التدريبات الجماعيه على راسهم محمد الشناوي. الوطن الرياضي ما اتكلمش عن المشاركه، ده اتكلم عن ان في خلافات هتحصل، انت عارف انت زي ما تكون بتتنبأ بكره هيحصل في ايه، خلافات بسبب الشناوي وشوبير من يحرس عرين الاهلي. التفاصيل بتقول ان الساعات الماضيه دخلت داخل النادي الاهلي شهدت خلاف بسبب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي، وفي مصدر كشف ان في رايين داخل الجهاز الفني عشان مساله مين حارس الاهلي في مباراه الفاينل. في راي شايف ان الشناوي تعافى ورجع للتدريبات، فليه لا نستعين بخبراته يكون موجود في هذا اللقاء. وفي راي تاني شايف ان مصطفى شوبير هو الاحق في حراسه مرمى الاهلي، انه كان واخد المشوار من بدايته وعمل مباريات صعبه جدا مع الفريق وتاهل وكان جزء من تاهل الاهلي الى المباراه النهائيه. انا عايز اقول بس للزملاء، يعني بصوا على الترجي التونسي، عنده معز بن شريفيه الحارس الاساسي للترجي التونسي متواجد وفي ظهر وبيدعم مميش الحارس البديل اللي مواليد 2004 اللي لسه تم من حوالي اسبوع 20 سنه وعامل نفس الارقام القياسيه اللي حققها مصطفى شوبير. محدش في الاعلام التونسي، والله العظيم محدش في الاعلام التونسي بيتكلم على ان خلاف ما بين معز بن شريفيه وامان لما ميش حارس الشاب الواعد للترجي التونسي. في المقابل هنا في مصر ومن الاعلام المصري بيصدر ان في خلاف ما بين الشناوي ومصطفى شوبير على مين يحرس مرمى النادي الاهلي. اسال مصطفى هيقول لك الشناوي هو رقم واحد في مصر، اسال الشناوي هيقول لك مصطفى ده مستقبل حراسه مرمى في مصر والنادي الاهلي. مفيش خلاف، مفيش مشاكل، جهاز الفني صاحب قراره. واكبر دليل على كلامي بص على مباراه مازيمبي، كلنا قلنا ان نتيجه اصابه حمزه علاء
كولر هيحط الشناوي في المعسكر عشان بس يبقوا ثلاث حراس موجودين، وخبرات الشناوي مهمه في مباريات زي دي، ولكن كولر صاحب القرار دخل بحارسين بس، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، والشناوي اتدرب وجاهز ولكن كان بره القايمه وحضر للاستاد وكان متواجد وبيساند زمايله وبيشجعهم. ده النادي الاهلي، ولكن الاعلام رفقا بالنادي الاهلي واحنا داخلين على مباراه نهائيه مهمه جدا هتتحسب باسم مصر وباسم النادي الاهلي. طيب نروح لحساب كره بلس وبيقولوا ان وسام ابو علي يعاني من كدمه بسيطه في الكتف والجهاز الطبي سوف يطمئن عليه لتحديد موقفه امام الاسماعيلي. وسام سليم، سالت دكتور احمد جبلة بالامس وطمني، قال لي كدمه خفيفه يقدر يشارك في التدريبات، ومشاركته في ماتش الاسماعيلي هتبقى وجهه نظر فنيه لمارسيل كولر. اخبار الدوري المصري سبورت 360 قالوا وسام ابو علي لعب 8 مباريات 364 دقيقه 4 اهداف، تقييمك ايه؟ طيب اخر حاجه في الترند الاهلي سريعا، ياسر ابراهيم شارك في مران الاهلي استلام مواجهه الاسماعيلي. ياسر بيشارك بقاله 6 ايام 7 ايام وجاهز للمباريات الرسميه. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه، افضل تشكيل يلعب بيه الاهلي مباراه الاسماعيلي. سامح بيقول التشكيل الافضل شوبير، معلول، عمر كمال، منعم متولي، كوكا، اكرم، امام، عبد القادر، وسام، بيرسي تاو، وان شاء الله فوز الاهلي 3-0، الاهلي فوق الجميع. محمد ده بيقول مساء الخير، ان شاء الله اي 11 راجل هنكسب، شوبير، عمر كمال، كريم الدبيس، يعني هو شايف ان نعمل روتيشن، ربيع متولي، مروان كوكا قفشه، عبد القادر شحات، وسام ابو علي. محمد حسين بيميل لفكره الروتيشن. طيب اسلام مسعود بيقول شوبير، منعم، رامي، عمر كمال، معلول، اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، بيرسي تاو، وسام ابو علي، احمد عبد القادر. طبعا كل واحد بيقول التشكيل من وجهه نظره، فلو دخلت وسالت الناس هتلاقي مليون راي عكس اراء كولر. علاء بيقول شوبير في حراسه المرمى، هاني الدبيس، منعم متولي، قفشه، ديانج، اكرم، الشحات، كهربا، تاو. كل واحد لو تاخدوا بالكم كده في التعليقات بيقول التشكيل من وجهه نظر فنيه، مش يعني فكره ان هو بيميل لاعب على حساب لاعب، يعني يقول لك ايه ريح معلول شويه عشان ماتش الفاينل ولعب كريم الدبيس، ريح هاني ويلعب بعمر كمال، طب ريح في وسط الملعب وانزل مثلا بامام، كل واحد بيقول وجهه نظره، ريح السراوي ويلعب بقفشه، في النهايه القرار الاخير هيكون لمارسيل كولر. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي في حلقه جديده من برنامج الترند، شكرا والى اللقاء.